طيب احنا معانا بقى دلوقتي جولتنا الصحفيه واخر الاخبار الرياضيه في المواقع والصحف المحليه والعالميه، وزميلتنا العزيزه جدا مريم سميح مراسله قناه الاهلي. مريم، انا وكريم بنصبح عليكي وعايزين نبدا كده معاكي واخبارنا عن طبعا الماتش بالامس كده، زي تناولته بقى الاخبار والصحف المختلفه. اتفضلي. يا صباح الفل والخير وكل حاجه حلوه، بصبح عليك يا نهواندو، بصبح عليك يا كريم، بصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. زي ما انت قلتي بالظبط يا نهواندو، النهارده الحقيقه الجوله بتركز بشكل خاص جدا على يعني مباراه امس، وكمان على نجمنا نجم المنتخب المصري محمد صلاح ونجم ليفربول عقب اصابته بفيروس كورونا. عندنا الخبر الاول من موقع مصراوي، مصر بتهزم توجو بشق الانفس وتتصدر مجموعتها في تصفيات افريقيا. طبعا حقق منتخب مصر فوز صعب مساء امس، هو وصفته وصفه الموقع مصراوي بان هو فوز صعب بهدف مقابل لا شيء على نظيره توجو كمان في التصفيات المؤهله لامم افريقيا في الكاميرون 2022. جاء الهدف في الدقيقه 53 عن طريق اللاعب محمود حمدي الونش، و بهذه النتيجة بيصل منتخب مصر إلى النقطة الخامسة بالتساوي مع جزر القمر في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة بالمركز الأخير. كمان من موقع المصري اليوم، حسام البدري اهدي الفوز على توجو لمحمد صلاح عقب طبعا امبارح انتهاء مباراه منتخب مصر وتوجو. حسام البدري قرر ان هو يعني يهدي الفوز للشعب المصري وكمان لنجم ليفربول محمد صلاح. ده كمان كان بسبب ان محمد صلاح قبل بدء المباراه يعني بعت رسائل للبدري وللجهاز الفني وكمان للاعبين، اكد في هذه الرسائل ان هو شايف ان المنتخب هيحقق فوز، عشان كده البدري قرر ان هو يهديله هذا الفوز. كمان يعني البدري قال ان هو بيتمنى له الشفاء العاجل، وان اكيد مشاركته كانت هتفرق كتير في مباراه امس. كمان شايف انه يعني الفريق واجه صعوبات عديده بسبب الغيابات والاصابات، ولكنه كان هدفه الفوز وده اللي اتحقق بالنسبه له، فهو كان شايف ان النتيجه مرضيه. عندنا من موقع مبتدأ، وزير الرياضة يهنئ المنتخب الوطني بالفوز على توجو. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرر مساندة ودعم منتخب مصر كمان بأن هو حضر امبارح في مقصورة استاد القاهرة بعد انتهاء المباراة. قرر أن هو يعني يهنئ المنتخب على الفوز، وكمان شايف أنه من الضروري جدا أن احنا نحصد 3 نقاط أخرى تقرب المنتخب من التأهل لتصفيات أمم أفريقيا، وشايف أنه وطالب اللاعبين في البيان الصحفي أن هم يبذلوا المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة عشان يقدموا يعني أداء مشرف للكرة المصرية. من بوابة الأهرام، كدمة بسيطة لمحمد هاني في اللقاء توجو، واللاعب يجري أشعة للاطمئنان. تعرض محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي ومنتخب مصر أمس لكدمة بسيطة جدا في مباراة الفراعنة أمام توجو، أكد حسام البدري في تصريحاته الصحفية لبوابة الأهرام ولعدد من الصحف المصرية إن هاني تعرض لكدمة بسيطة جدا في الركبة، ولكن هاني قرر إن هو يجري أشعة رنين مغناطيسي يعني زيادة اطمئنان، ولكن هو عقب انتهاء المباراة كان يعني في حالة جيدة جدا، وكمان خرج من الملعب على رجله ماشي كويس جدا، ولكن هو شايف ان الأشعة يعني لزيادة الاطمئنان على نفسه. من موقع صدى البلد، بعثت منتخب مصر تتوجه إلى توجو على متن طائرة خاصة. تغادر ظهر اليوم الأحد بعثت منتخب مصر الأول لكرة القدم إلى توجو لخوض مباراة الجولة الرابعة في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا الكاميرون 2022. تقام المباراة زي ما احنا عارفين بعد غد الثلاثاء في العاصمة لوم، وقرر مسؤول المنتخب السفر ظهر اليوم الأحد بدلا من الرابعة فجر نفس اليوم، ذلك على متن طائرة خاصة كما أكد موقع صدى البلد. كشف كمان مسؤول المنتخب أن تأخير السفر ملوش علاقة أبدا بإصابة محمد صلاح بفيروس كورونا في الساعات الأخيرة. كمان بيرافق البعثة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ونائبه الدكتور جمال محمد علي.
ننتقل لأخبار نجمنا المصري ونجم ليفربول محمد صلاح من موقع كورة. صلاح بيرفض تقليد كريستيانو. كشف تقرير صحفي بريطاني عن طريقة تعامل النجم المصري محمد صلاح مع إصابته بفيروس كورونا، لأن بعد خضوع صلاح لمسحتين للأسف يعني طلعوا إيجابية، في موقع ليفربول أكو طلع تقرير إزاي صلاح اتعامل مع إصابته بفيروس كورونا. على عكس طبعا النجم كريستيانو رونالدو، صلاح قرر أنه هو يكمل العزل الصحي هنا في مصر، وكمان قبل يعني لازم يتأكد أنه النتيجة بتاعته هتكون سلبية قبل ما يغادر ويتجه إلى ليفربول. ده عكس تماما اللي قام به النجم كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، لأن عقب إصابته بفيروس كورونا قرر أنه ده طبعا في فترة التوقف الدولي السابق، قرر أنه هو يغادر منتخب البرتغال ويعني يعود إلى إيطاليا مرة أخرى، وده اللي خلاه يدخل في صدام كبير مع مسؤولين إيطاليين شايفين أنه هو يعني خالف البروتوكول أو البروتوكولات الصحية اللي بتقوم عليها إيطاليا، أنه هو كان المفروض ينتظر أن نتيجته تطلع سلبية وبعد كده يعود مرة أخرى إلى إيطاليا. وأخيرا من موقع يلا كورة، كورونا بيبعد صلاح عن منتخب مصر 625 يوم. الحقيقة أن في تقرير قدمه موقع يلا كورة، تقرير مميز يعني يمكن حسب فيه صلاح بعد إصابته وبعد غيابه عن مباراتي توجو، غاب قد إيه عن المشاركة الدولية أو مع منتخب مصر، لأن تسببت إصابة محمد صلاح في غيابه عن مواجهة السبت وكمان أمس السبت، وكمان هيغيب عن مواجهة يوم الثلاث. نجم ليفربول خاض مباراته الأخيرة مع منتخب مصر يوم 6 يوليو 2019، ساعتها كان ودع الفراعنة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 واللي أقيمت في مصر في دور 16 على يد جنوب أفريقيا بهدف نظيف. كمان ما خدش صلاح أي مواجهة دولية من بعدها. صلاح انضم إلى معسكر المنتخب في شهر نوفمبر الماضي، ولكن هو لم يشارك في التدريبات الجماعية وقتها بسبب الإصابة اللي تعرض ليها فيها هذا الوقت، وبسبب ابتعاده بسبب فيروس كورونا عن مباراتي توجو. بكده بيصبح ابتعاده عن منتخب مصر سنة وثمان أشهر أو تحديدا 625 يوم. دي كانت جولة من مقر النادي الأهلي هنا في الجزيرة في أبرز يعني العناوين الصحفية اللي تناولت مباراة أمس في مصر مع توجو، وكمان يعني أخبار نجمنا النجم محمد صلاح ونجم ليفربول. بشكركم جدا، عودة للاستوديو مرة أخرى. وإحنا بنشكرك يا ماري، بنشكر كمان زميلنا العزيز محمد توفيق، شكرا لكم جدا. دايما كده بيدونا الأخبار اللي يعني اللي من الآخر اللي هي بالظبط.